بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. بطانه الرحم المهاجره من اهم الاسباب التي تؤدي الى تاخر الحمل والانجاب. مستشفى الولايات العربيه المتحده لها استراتيجيه خاصه بها للتعامل مع هذا الامر ومع هذه الحاله، هنتعرف عليها من خلال هذه الفقره. وتشرفنا بالحضور في هذه الفقره دكتوره هبه ناصف، استشاري امراض النساء والتوليد واستشاري اطفال الانابيب وعضو الجمعيه الاوروبيه الامريكيه للتكاثر البشري. دكتوره هبه اهلا بحضرتك. اهلا بيكي وبالساده المشاهدين. ايه استراتيجيه مستشفى الولايات العربيه المتحده للتعامل مع بطانه الرحم المهاجره؟ احنا الاول بنقول ان مرض بطانه الرحم المهاجره ده لازم، يعني انا بوجه رساله لكل السيدات انها لازم تشخصه بدري. لازم اي ست شكت ان عندها بطانه رحم مهاجره لازم تشخصه، لازم تشخصه بدري. تشك ازاي؟ يعني احنا لو اتكلمنا عن الاعراض بتاعه بطانه الرحم المهاجره، اول عرض فيها ان احنا بنسميه ذا ديزيز اوف بين، اول عرض فيه بيبقى الام اثناء وبعد الدوره. يعني احنا لو قلنا ان الالام اللي بتبقى مصاحبه للدوره غالبا بتبقى قبل نزول الدوره بيوم، وتاني ولما بتنزل الدوره بيبدا الالم ده يخف. وتاني نوع من انواع الالام المصاحبه للدوره اللي هو بيبقى اول يوم او تاني يوم الدوره بالكتير، او بعد كده بيقل بالتدريج. لكن لو السيده دي بتشتكي من ان عندها الام اثناء الدوره بتستمر معاها لحد ما الدوره ما تخلص، وبعد ما الدوره ما تخلص كمان بتفضل تستمر معاها، في ناس بتقعد مثلا بعدها باسبوع، في ناس بتقعد بعدها باسبوعين، في ناس بتبقى طول الشهر عندها الام اثناء الشهر كله. فاي ست او بنت بتشتكي من الالام المصاحبه للدوره دي لازم على طول بتبدا تشخص. ممكن تكون في حالات ما فيش، يعني مثلا في سيدات بيكون عندهم مثلا ولدت قيصريات كذا مره، او عندها مثلا احتقان في الحوض لاي سبب من الاسباب بتحس بالالام دي. لكن طالما شخصت ان ديت عندها بطانه رحم مهاجره، ده لازم ان هو يتعالج في بدايته. السبب ايه بقى؟ السبب ان هو مرض بسيط، علاجه بسيط جدا، وممكن اعالجه بشكل جذري من البدايه خالص. لكن لو اتطور، او ان انا مثلا سبتها كده لحد ما انا بعمل بالسونار واكتشفت ان هو، يعني علشان اشخصه بالسونار لازم يكون ان هو وصل لمرحله ان هو بدا يكون لي اكياس شوكولاته على المبيض او اكياس دمويه في الحوض. دي الـ الصوره الوحيده اللي بيبان بيها طنط رحم المهاجره ده في الكشف العادي على السيدات بالسونار او بالموجات فوق الصوتيه. فكون ان هو وصل لي للمرحله دي، ان هو بدا يكون اكياس شوكولاته وظهرت لي خلاص في السونار، يبقى هو كده وصل لمرحله متقدمه جدا، ساعتها علاجه بيبقى صعب قوي. فعشان كده بنقول ان هو بيتشخص بالاعراض بتاعته. الاعراض بتاعته دي اول وسيله تشخص لي المرض ده. لكن ان انا استنى اشخصه بالسونار او بالكشف على السيده بيكون وصل لمرحله خطيره جدا، علشان كده لازم تشخيصه بيبقى بدري. تمام. ايه ملامح الاستراتيجيه الخاصه بمستشفى الولايات العربيه المتحده؟ طبعا على حسب، يعني على حسب برضو العيانه جايه لي في انهي مرحله. لو انا شخصته بدري وهو لسه في مرحلة بدايات ظهور بطانة الرحم المهاجرة ديت، خلاص بيكون علاجه سهل قوي. بنتبع طبعا أحدث الأساليب في علاج بطانة الرحم المهاجرة. نسب الشفاء عندنا منه بتبقى عالية جدا، نسبة الحمل بعديه بتبقى عالية. يعني لو أنا عالجته بدري، الزوجة دي ما بيكونش عندها أي مشاكل وبتحمل بشكل طبيعي جدا. لكن لو هي جايلي في مرحلة متقدمة، بشوف برضو إيه المشكلة بالظبط. هل هو بدأ يكون لي أكياس دموية على المبيض؟ هل بدأ مثلا يكون يعمل لي التصاقات داخل الحوض؟ هل بدأت السيدة دي المشكلة اللي عندها مش مجرد مشكلة آلام أو بس، لا ده خلاص مشكلة تأخر في الإنجاب أو مشكلة عقم إنها مش ما بيحصلش حمل بسبب بطانة الرحم المهاجرة؟ فكل حالة على حسب. تمام. دور المناظير في علاج بطانة الرحم المهاجرة؟ طبعا هو بنقول اندومتريوزس يعني منظار، او بطانة رحم مهاجرة يعني منظار. يعني انا ضد ان احنا نعالج بطانة رحم مهاجرة عن طريق لابروتومي او عن طريق عمليات فتح البطن، لان علشان اعمل عملية فتح بطن عشان استأصل اكياس دموية او عالج بطانة رحم مهاجرة، دي بتسبب لي بعدها مشاكل كثيرة جدا، بتسبب لي بعدها التصاقات، ممكن الزوجة ما تقدرش تحمل بعد كده بشكل طبيعي. حتى لو عملت لها عملية الحقن المجهري، بتبقى نسبة النجاح مع وجود بطانة رحم مهاجرة دي نسبة بتقل تماما مع وجودها.
فلازم يعني افضل طريقه لعلاجها هو المنظار. ليه؟ لاني ببساطه بقول ان انا عشان اشخصه وهو وصل لمرحله متقدمه ان هو خلاص عمل لي اكياس على المنبر بكون وصلت لمرحله متقدمه قوي، لكن لو اكتشفته بدري عن طريق المنظار، المنظار هنا بيبقى تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. انا كنت عايز اسالك ليه بالظبط الحاله دي هيبقى تشخيصي بالظبط في عمليه واحده او في اجراء واحد؟ تشخيصي وعلاجي. وعلاجي في نفس الوقت مره واحده، وهو لسه في بدايته او هو لسه في مرحله ظهوره، حتى لو كان منتشر في الحوض او مسبب او ان هو يعني موجود بشكل كبير قوي في الحوض، ممكن انا اسيطر عليه من البدايه قوي عن طريق الكيب المنظار، وبعد كده اديها علاج هرموني لمده 6 شهور بعد المنظار، بحيث ان انا كده حجمت المرض تماما، ما ينتشرش وما يسببليش مشاكل بعد كده وما يسببليش مشكله في الحمل. عندما يتم علاج بطانه الرحم المهاجره عن طريق المنظار في البدايات، ليه ممكن يكون اثار سلبيه بشكل او باخر في فتره لاحقه؟ ممكن يتكرر الحمل اكثر من مره، يعني اثاره ايه، سلبيه او ايجابيه؟ هو طبعا العيانه اللي بيبقى عندها طنط رحم مهاجره دي بيبقى عندها اساسا مشكله او خلل في الهرمونات نفسها، يعني انا ممكن ادخل بالمنظار ابدا ان انا اعالجه وممكن بعد كده يرجع لي تاني، فهو يعني او الاقي المرض يزيد مره ثانيه وارد ممكن. فهي طبعا بتبقى محتاجه برده متابعه دقيقه بعد العمليه. مجرد ان ببدا بعد المنظار ان انا في خطه علاجي ان انا ان العينه دي تحمل بسرعه بعد المنظار، ده بيقضي لي تماما على المرض ده. يعني احنا بنقول بعد ما بتحمل الخلل الهرموني اللي موجود عندها ده بيبدا ان هو يتصلح وبتبدا المشكله تنتهي تماما بعد الحمل. بعد الحمل بيكون الحل نهائي. بالظبط بالظبط. يعني بيبدا المرض يقل تماما بعد الحمل. دكتوره انا عايزه اتكلم على نقطه الوعي، لان في كثير من النساء بتعتقد يعني ان مرض بطانه الرحم المهاجره بيمثل لها اعاقه كامله او يعني لا امل في الحمل او الانجاب، بتقول لهم ايه؟ لا، هو طبعا احنا بنقول ان ده من ضمن الاسباب اللي يعني اللي بتسبب لي تاخر في الانجاب بشكل يعني من ضمن الامراض، يعني على قمه الامراض اللي بتسبب تاخر الحمل هو بطانه الرحم المهاجره بسبب ميكانيزمات كتير قوي في اللي بتحصل وقت الموضوع ده، لان احنا عارفين ان هي بتبقى بطانه رحم منتشره في اجزاء ثانيه غير مكانها الطبيعي اللي هو داخل اللي هو في الرحم، فممكن فعلا ان هو ياخر لي الحمل بس لو وصل لي لمرحله متقدمه. عشان كده بنقول احنا تشخيصه بدري، التشخيص المبكر للمرض ده علاجه بيكون سهل جدا، ما بيلحقش ان هو يسبب لي مشاكل على المبيض او التصاقات داخل الحوض تبقى مشكلتها مثلا من انها تتحل بالعلاج او بالمنظار وتحمل بعد كده بشكل طبيعي وبعد الحمل يروح خالص، تتحول لمشكله ثانيه خالص ان العينه دي ما تقدرش تحمل غير بالحقن المجهري بسبب الالتصاقات الشديده اللي كونها او بسبب الاكياس اللي اتكونت الكبيره دي. نبدا بقى ان احنا ندخل في مشاكل ان احنا نستأصلها وندمر المبيض وهكذا، فتشخيصه بدري بيكون كويس جدا. حتى لو انا العينه دي عندها اكياس بشكل مثلا اجريسيف قوي وماليه المبيض وماليه الحوض، برضو بتعامل معاها قبل ما اعمل عمليه الحقن المجهري. العينه دي بتبقى عينه خاصه، لازم بعملها معامله خاصه قوي قبل ما ابدا معاها عمليه الحقن المجهري، لان لو بدات في وجود الاكياس دي نسبه النجاح بتبقى ضعيفه جدا، مش الحمل الطبيعي بس، الحقن المجهري كمان. علشان كده لازم بتعامل معاها كمان قبل وبحضرها كويس جدا قبل ما بعمل العمليه. بيكون سببه ايه بطانه الرحم المهاجره؟ بيكون اهم سبب هو اساسا هو مش له سبب، هو اساسا بيبقى خلل في الهرمونات عند السيده دي. يعني ممكن نفس السيده اللي عندها طنط رحم مهاجره بسبب الخلل الهرموني الموجود عندها الاقي عندها مشاكل ثانيه، الاقي عندها اورام ليفيه، الاقي في تكيسات على المبيض. يعني مثلا في حالات كتير قوي بتصادفني ان انا بدخل بالمنظار عشان اكوي المبايض عشان اعمل او اعالج التكيسات، الاقي معاها كمان بطنط رحم مهاجره، لان هما الاثنين والاورام اللي في وجود الاورام اللي فيها وجود مثلا امراض في بطنط رحم وكده، كل الامراض دي بيبقى سببها الاساسي هو يعني او بيبقى سببها مشترك. فبرضو العيانه اللي عندها بطانه رحم مهاجره برضو بعد حتى لما لو بعد ما بحل مشكله الانجاب بتبقى محتاجه متابعه بعد كده. يعني حتى بعد اكثر من تخصص، يعني حتى بعد ما حلينا مشكله الانجاب برضو بتبقى محتاجه متابعه بعد كده، ممكن اي امراض من الامراض دي تظهر. يعني عامه اشكرك شكرا جزيلا دكتوره هبه، لان اعتقد الموضوع ده بيمس ناس كتيره جدا وبيمثل مشكله عند كثير من النساء. اشكرك شكرا جزيلا. مرسي. دكتوره هبه نصف استشاري امراض النساء والتوليد واستشاري اطفال الانابيب وعضو الجمعيه الاوروبيه الامريكيه للتكاثر البشري، اشكرك شكرا جزيلا. اشكركم على وعد مع مزيد من الفقرات.